تفضلي، ايش اسمك؟ انا بقول الذي جراني من يوم ما مات بي اتوكل لنا، يعني عمل اخونا الكبير وثق علينا. بعدين عادوا يعني بحياته ظالم نفسه وقنا ومكننا، مع انتم صرفتوا عليكم، انا ما راك انتم مزوج قدري، ما صرفش عليا ولا قابل اشي، قد صرفتوا عليك وقد عالكم وخدوه كده، احيانا اروح له وانت دارين تكاكل يستلم ايجارات اراضي حق انت محرومة فرطك شرعي بعد والدك، محروم من حقي بكل معنى الكلمة. بعدين قبلنا يعني قدمنا بالمحكمة واشتكينا، والله وكان عدو الشامي والله سوء الخير لو عدو عايش طلبوا حبسوا وشيخ عامل، لكن كان عدو في ناس عدو يرحموا ملاحين معا مش عضا حبسوا المعترف انه في حق، قام قال لهم خلاص انا شخصين لي حقا وش عمل، خرج لي شوية من هنا وشوية من هنا واختي بشلال خرجنا كده قليل هاي اراضي ودكاكين من المكسرات واللي انا يذكرهن ما عرفت. بعد رحنا بيتنا القاضي للبيت لعنده، قال هذاك مؤخر مؤخر، ليش كيف مؤخر؟ ليش ما تقسمش كل ليلة؟ قال هذيك مؤخر، دحين تعبنا المؤخر هذا كل ما نطالب مات، قاموا عياله ونحن كنا نشارك. راح القاضي لعنده طلب منه قال له يا اخي انت بين الله، اذا كان خواتك ما لهنش يقولن لك ايشان اليمين منك؟ قال لا مرض مرضش بصراحه، سهل سهل تفاهم، عملنا يعني قدمنا وطلبنا المحامي ونحن محامي لليوم هذه، ونحن لا قبل سنه القاضي عمل لنا تنفيذ يعني امر بالتنفيذ تحسن، مسحنا وغرمنا. لا بعدين راحوا عنده عند القاضي هذا اخي ابن اخي، خزنوا معه ليله بكر يعني ما قيل عملوا معاهم صلح. ايش من صلح؟ صلح انه ماليش عقاب نخي يشي نصطلح معه على ما ابو الدكاكين ماليش لو شنو قسم مدري ايش عقد كذا ما ليش ولا عليك، اما اللي عقد تعز عقد الدكاكين لا ما لكم ليش؟ اصلا قدست بيدهم زي حكاية الرئيس حق الاول لما قس اليمن بيده وبعدين خلاص اعتبر انه قد يحقه قد يحقه غنم حقه، الحين هذوم خلاص ما هيش اشغلتهم يدهم الحقوق، الحين شوف يبيعوا بالتركه ويشتروا. كم صار لك سنه؟ كم صار لك بتشاري؟ هذا قديم كان قريب على 40 سنه. 40 سنه وانت بتشاري؟ 45 سنه. لا لا 40 ابوك مات 45 سنه؟ لا لا اكيد 40 او اقل. طبعا القضية كانت ما تحتاجش تطويل التعريض لأنه جميع المستندات وجميع الثابت جميع الأوراق بأن القضية بأكملها وأن الإرث هو مخلف إبراهيم حايم مخلف والد موكل، ولكن المحكمة تعبث وتتلاعب بحيث أنها ممكن هي يعني باختصار المحكمة لا تريد هذه المرأة أن تحصل وتنتزع فريضة الشرعين بعد أبوها. وبالمناسبة هايل سعيد أنعم قدم شهادة موثقة بمحضار في محكمة بأن جميع مخلف إبراهيم حاميم هو ملك إبراهيم حاميم، وليس سواء داخل الجمهورية أو خارج الجمهورية، وليس لأحد له فيه اختصاص. الآن بالنسبة هنا قضيتين، قضية تنفيذية رقم 27 المخلف والدتها قد تمت القسم القضائية، لم يتبقى إلا تحديد باب الفروز من عام 2008 من عام 2008 إلى اليوم. القاضي شخصيا القاضي التنفيذ رئيس محكمة الاستقلال رئيس محكمة خدير يمتنعان عن إجراء التحديد لمخلف والد موكلتنا. القضية التنفيذية الأخيرة اللي هي مخلف والد ومخلف والدها إبراهيم حاميم، هناك أحكام قد صدر السنة التنفيذي وقد تم إعلان جميع الخصوم وفقا للقانون، تم إعلانهم عبر عقال الحارات وعبر أمناء المحل، وتم إعلان الذي لم يتم إعلانهم مجهوري الموطن عبر صحيفة الجمهورية في أعدادها في أعدادها الصادرة في تاريخ 11 و12 و13 يناير 2010، بما يعني أن القضية أن الإجراء التنفيذي انتهى، كان يفترض من المحكمة أن تسير الإجراء التنفيذية جبرا، الا ان معاون التنفيذ انا اقول معاون التنفيذ وحيد اليوسفي هو كان سبب
الإشكال بحيث أنه عطل القسمة نهائيا، ونتيجة لذلك قام بإيعاز أحد الورثة وهو وريث واحد من جملة 26 وريث للطعن أمام المحكمة العليا. وهو نقطة مهمة أن تم وقف القسمة القضائية لمجرد عريضة طعن فقط، ولم تنعقد الخصومة في القانون، كون القانون لا تنعقد الخصومة في حال الطعن بالنقض إلا بعد إعلان المطعون ضدهم إعلانا صحيحا وفقا للقانون، إلا أن المحكمة تجاوزت كل ذلك وتواطأت. ونقول صراحة محكمة متواطئة وليس اجتهاد من شخص، إنما المحكمة بكملها متواطئة. ونريد أن نقول بأن أصول الأحكام مسلمة للخصوم الذكور، ونتحدى رئيس محكمة خدير يثبت عكس ذلك، ونحن نتحدى لأن هناك محاضر رسمية وثابت هذا الكلام من محاضر المحكمة، إلا أن المحكمة امتنعت عن تسليم النسخ منها. الآن طلبنا من القاضي طالما أن الطاعن بالنقض امتنع عن إعلان الخصوم بالطعن أمام المحكمة العليا وفق القانون، إلا أن القاضي رفض، لأن الآن شراح القانون يقولون الطعن بالنقض يسقط بعد 3 أشهر إذا لم يعلن المطعون الدام. القضية الآن إن القاضي يرفض السيرتيفيكات التنفيذ الجبري والقسمة المخلف أبوها، تم رغم عدم إعلان المطعون الدام إعلان صحيح منذ 12 شهر. كم صار للقضية بالمحاكم؟ القضية يعني هي بالنسبة للقضية تقريبا 3 عام، وقبلها مع المرحوم هايل سعيد النعام لدينا من مسند ما يوثق بأكد ذلك بأنها كانت هناك مخاطبة بينه وبين رئيس محكمة الاستئناف، مخاطبة بينه وبين أخوها المتوفى الذي يقال أنه وصي، وهو كان وصي على امرأة مخلفة ومتزوجة ومخلفة، ولا نعلم بأي وصية هذه بأي شرع. ونحن نؤكد بأن الوصية الشرعي هو كان الحاج هايل سعيد النعام الوصية الشرعي، وهو يعلم متركة من وإلى، وقد قدم شهادته قبل وفاته وهي مثبتة في محضر رسمي في محكمة. أوكي تمام، شكرا.